هنتكلم النهاردة عن السؤال ده. هو explain in details about the center lathe with drawing. كلم بالتفصيل أي center lathe الرسم بتاعتها والأجزاء تتكلم عليها. طبعا دي رسمة بتاعت center lathe. في رسمة تانية في الكتاب اللي مقرر عليك تفاصيلها، يعني الحاجات اللي عليها. تمام. الشرح بقى، الشرح في سنتر ليث هو تشرح أربع حاجات مهمين جدا: تيل ستوك، هيد ستوك، كارج سيمبلي، اند ليث بيد. ايه هما الأربع حاجات دي؟ تيل ستوك زي ما انت شايف الغراب المتحرك، can be moved along the bed of the lathe، يعني يقدر يتحرك على الفرش بتاع المخرطة اللي هو الجسم المخرطة، يعني اللي هو ده يتحرك كده. To accommodate different length of stock، علشان يتعامل مع أطوال مختلفة من الشغلات، أطوال مختلفة من الشغلات. It is provided with a ball bearing، في زي كرة كده، step الكرة دي هي اللي بتخليه يتحرك على الشكل، يعني على الفرش. step over screw for alignment، وفي step over دي بتستخدم تعمل محاذاة alignment. can be you also used for mount cutting to as a drill، يعني ممكن تثبت عليه زي الأداة اللي هي بيسموها بنطة، ممكن تثبتها عليه وتخلي حد القطع ثابت والشغلة هي اللي بتتحرك على المخرطة. فبالتالي ايه اللي هيعمل، ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل ان هو طبعا حد القطع ده هيبقى في السنتر، في مركز في مركز الشغلة. فبالتالي لما الشكل يلف هيعمل شكل ايه، زي هيعمل فتحة كده جوه الشغلة، وهي دي اسمها دريلينج، اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات في الدريلينج. ده تيل ستوك. ايه هو بقى الليد سكرو؟ الليد سكرو ده عمود، زي عمود جوه المخرطة. ايه فايدته؟ هو بيقول لك it is carefully threaded shaft، يعني عمود اتعمل بحرص جدا، below and parallel to headways، وهو موازيا، موازي لو موجود في الحتة دي كده، هو موازي للايه، للهيدويز. it is geared to the head، تمام، مثبت في المكان ده، headstock and rotating، يعني هو الليد سكرو ده بيتثبت او بيبقى ليه وصلة كده تثبت للهيد ستوك. الهيد ستوك طبعا اللي هو الظرف، تمام. هو العمود ده لما بيلف اعتقد ان الظرف كمان بيلف، لان هو بيقول لك مثبت الهيد ستوك، it is geared to the head stock، فاكيد لو لف العمود هيتلف الهيد ستوك، هيلف الظرف. it is fitted to carriage، وبرده متثبت عليه برده carriage، carriage دي العربة، العربة دي متحركة برده، تحرك بحركة مختلفة عن الهيد ستوك طبعا. below the lead screw is fit shaft that transmits power. الفيت شافت ده عبارة عن عمود، العمود ده برضو بينقل الباور، القدرة، من الجير بوكس to drive the carriage. جير بوكس ده عبارة عن، يعني لو جينا بصينا المخرطة شكلها، ادي الهيد ستوك هي دي. الجير بوكس هو زي جوه الهيد ستوك او في جزء معين بتاع المحركات، يعني ده اللي فيه التروس اللي بتتحرك بتخلي الهيد ستوك دي تلف وتدور، تمام. فالفيت شافت ده عبارة عن عمود
بينقل القدرة من جير بوكس من التروس يعني to drive the carriage عشان يحرك العربة، العربة مثبتة على الفيت شافت ده. تمام، الجير بوكس ده بيعمل بيغير السرعات، بما ان في تروس يبقى for changing the speed of the lead screw or feed shaft. تمام، الليث بيد، الليث بيد اللي هو الفرش، هو المكان اللي بتحط عليه المخرطة، المكان هو قاعدة المخرطة يعني. It is cast iron، مصنوعة من حديد الزهر. بيقول لك forms بيكون ال base of machine، جسم أو قاعدة الم الإيه المشين الآلة. The lathe size طول المخرطة دي is expressed in terms of، expressed يعني بقيسه أو بعبر عنه بطول الفرش، بطول الفرش بتاع المخرطة. The diameter of the workpiece will be 7. يعني مثلا لو لو مثلا الفرش بتاع المخرطة ده مثلا طوله متر، تمام، يبقى إذا شكل المخرطة ده هو متر مثلا أو طولها متر، حسب حسب الفرش اللي هو اللي هو الجسم العريض ده. تمام، ده اللي هو الفرش بتاع المخرطة حسب طوله بقى، فبقول دي طولها كذا أو دي طولها كذا. الهيد ستوك زي ما اتفقنا هو الظرف، الظرف ده جواه شوية محركات وتروس. الهيد ستوك clamped on left hand end of bit، يعني بيتثبت في الناحية الشمال من الفرش. في سبندل عمود الإدارة، hollow cylindrical shaft supported by bearings، وفي برضو عمود الشافت اللي بيخلي الحركات دي كلها تتحرك. provides drive through gears to work holding twists. طيب طبعا انت هتقول باختصار يعني مش لازم تقول كل الكلام ده بنص نص. carriage assembly دي العربة، العربة اللي بتتحرك، العربة دي هي اللي فيها أقلام الخراطة وأقلام الألواز وأقلام الحاجات دي اللي بتحط على الشغلة، حدود القطع يعني اللي أنا عايز أشكل فيها في الشغلة. It is included that the compound rest tool bar post and apron must be rigid because it is support and guide the cutting tool. يقول لك إن compound rest والtool post والابرون دي حاجات ما جوه فوق الكارج. تمام، must be rigid لازم تكون ثابتة because it is support بتدعم and guide وترشد the cutting tool، يعني لازم تكون يعني ثابتة بالشكل ده جوه أو فوق الكارج. يعني لو عايز تعمل شكل معين هي تساعدك إنك تعمل الشكل ده عن طريق إنك تثبتها بطريقة معينة. Carriage used to move cutting tool along the base of three main parts. طبعا مش هتشرح الحاجة بالتفصيل. طبعا الرسمة اللي عليك هي الرسمة بتاعت المخرطة فقط، مش ترسم الرسومات التانية دي. تمام، هتكتب بس التعريفات التانية دي حسب فهمك. طبعا اكتب اللي انت عارفه قدر الإمكان. امتحان فاينل ما بقاش كبير، هو ما بقاش مدته كبيرة، فبالتالي عمرك ما تكتب سؤال كامل، يعني لو كتبت سؤال كامل ممكن يضيع وقت أسئلة تانية مهمة. عشان كده شوف انت فهمت ايه واكتب اللي فهمته، مش لازم تكتب كله بالنص. شكرا.